والله هلا وسهلا نورتنا الله يخليك تفضل حبيبنا حياكم الله مشاهدينا طبعا احنا حنختمها بفنان تربى على لحن وكلمات الاغنيه الوطنيه وكانت اغاني التراث الفلسطيني جواز سفره ليعبر عالم الفن العربي اكيد ورخ مصعب اللي لقاها على الحدود من فلسطين الى لبنان ومصر خلال مشاركته في برنامج Arabs Got Talent او Arabs Idol عفوا الا ان تمكن من تخطيها وخطف انظار لجنه التحكيم والجماهير وتوج بالمركز الاول بلقب محبوب العرب يعلي الكوفية ويلوح فيها أهلا وسهلا فيك أهلا فيك نورتنا يعطيك الصحة ربي يبارك فيك ويعطيك الصحة طبعا عند ليب فلسطين الأسمر وعساف حلم فلسطين هذول اللقبين أكثر شيء اشتهرت فيهم لو تكلمنا إيش جديدك يعني الحمد لله هلا يعني كان آخر أعمالي أغنية بصراحة يعني بعد النجاح الأول اللي شفته أغنية مكانك خالي طبعا الأغنيتين مكانك خالي أو بصراحة هم من ألحان الأستاذ علي صابر وكلمات رامي العبودي وتوزيع عثمان عبود يعني تجربتي مع الأغنية العراقية يمكن كان في آخر عملين من مكانك خالي لحد أغنية بصراحة يعني شوف الأصداء جدا رائعة على المستوى الوطن العربي الحمد لله رب العالمين دائما بحكي عن التنويع لأنه أنا بغني بعدة لهجات وستايلات مختلفة دائما الشيء الجديد والشيء المختلف لما تعمل شيء مختلف بتشعر انه في نوع من التحدي تحدي الذات اولا وشغله ثانيه انه تحاول ترضي الجمهور دائما لانه الجمهور دائما بيستنى الشيء الغريب والشيء الجميل يمكن كان عندي سبق انه انا عملت اشياء كثيره مثلا غنيت الالوان اللبناني او المصري او حتى غنيت راي انا فدائما بحب اكون مختلف اغني اشكال جديده يعني انا من النوعيه اللي ضد غناء اللون الواحد ولكن في نفس الوقت انك تستطيع انك اذا غنيت الوان اخرى انك تعطيها حقها يعني عالم الموسيقى شيء جميل بس انت نجحت في هذا الشيء بصراحه الحمد لله جدا يعني في ناس يعني او يكون لهم جمهور خلاص يتعودوا على لون واحد وما يتقبلوا لون ثاني بس انت ما شاء الله يعني غيرت الالوان ونجحت فيك يعني كل واحد اعطيته حقه زي ما انت ذكرت يمكن هو جهد شخصي في البدايه انك انت تتقن اللغه وطبعا انت يعني شخصيتك اللذيذه كمان اكيد شديت الجمهور طيب احنا تكلمت على بصراحة الأغنية الجديدة خلينا نسمع شوية مقطع حاضر بصراحة أنا منك بدا قلبي يمل أنت متغير تماما ومو مثل الأول ما وصلنا الحل ودائما تزعل بعد لا تخلينا نشوفك حتى لا نتمشكل وخلي واحد بينا يترك المكان ما نتراهم بعد دام العشق هان وكان لازم أنا عوفك من زمان استعجلت بيك وطلع ما لك أمان عادي جدا ننهي كل شي لين طول هالخلاف جنت خايف لا خسرك وهسه بشرك ما أخاف عادي جدا ننهي كل شي لين طول هالخلاف جنت خايف لا خسرك وهسه بشرك ما أخاف استحالة نظل سوية لبعد ما نظل قلبي غير الضيم منك كل شي ما حصل صعب أتحمل تجرح وتهمل مثل ما جت الحياتي يلا منها تفضل قلبي طاوعني ولقد تم الغياب شد لحيلك لازم نصف الحساب لا تتوقع راح اموت من العذاب ربك يسد باب يفتح الف باب عادي جدا نلغي كل شي لين طول هالخلاف جنت خايف لا خسرك وهسه بشرك ما اخاف وهسه بشرك ما اخاف الله الله صراحه يعني
يعني تعجز الكلمات في وصف شلون انت اجدت الاغنيه العراقيه. اللهجه العراقيه مو بسهله، مو اي واحد ممكن انه يجيدها. ومحمد يقولون دائما ان الوصول للقمه شويه ممكن يكون سهل، لكن المحافظه على القمه هو الصعب. فانت شلون يعني حاولت انك تغير في الالوان، وكيف اجدت اللهجه العراقيه؟ يعني يعني شوف، هي يعني لعده اعتبارات. يمكن خليني احكي لك انه روح التحدي. يعني انا دائما كثير بحكي زي ما حكيت في البدايه عن موضوع انه انا ضد غناء اللون الواحد. اذا انت بتستطيع انه انت تكون مميز في الوان مختلفه وتعطي كل لون حقه، هاي يعني شغله خليني احكي يمكن يعني يعني موهبه. خلينا نقول الحمد لله رب العالمين، موهبه من رب العالمين، انه انا بستطيع انه انا اغني بلهجات مختلفه او بطرق مختلفه. يعني هذا شيء انا بحب اتحدى نفسي اولا. ثانيا انه هذا الشيء يمكن يعني مش عارف كيف بدي اوصفها، بس فعلا انا ما شفت حدا يمكن بالوسط الفني بيغني بطريقه انه لهجات مختلفة أو ألوان مختلفة. فأنا يعني بعتقد يمكن أنه أنا ماشي بهذا الاتجاه، ما حسيت أنه في حدا ماشي بهذه الطريقة. وبحب دائما أنه أكون متجدد وأغير، ما أغني لون واحد، ما أغني ستايل واحد. موضوع اللهجة العراقية ما شاء الله فعلا هي مش 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 سهلة، لكن أنا بعتبر إنه الموسيقى عالم واسع، واللي بيقدر إنه يبدع يعني في بده يفكر. صراحة مش سهل الموضوع صراحة، لكن في نفس الوقت الحب للموسيقى وحب للفنون والأغاني. واليوم كمان يعني بتشوف يعني بطبيعة الحال الأغنية العراقية اليوم متصدرة التوب. صحيح. يعني صراحة حقا. وبرضه هذه فيها نوع من الذكاء، لأنه برضه أنا يعني بيحكوا لي إنه محمد يعني عشان غنيت مثلا مكانك خالي، أو غنيت يعني ما شاء الله عم بنشوف إنه في فيوز كتير مثلا على اليوتيوب أو كذا، برضه يعني نوع 100 مليون مشاهد. الحمد لله امبارح تعدت ال 100 مليون مشاهد. محمد لو نتكلم على الكلمات صراحة، لفتت يعني ما شاء الله صوتك قوي، يعني ما يحتاج أمدح في الصوت، ما شاء الله كلنا عارفين صوتك الجميل، لكن الكلمات قوية طبعا. وبعدين يعني قريبة من شخصيتي، لأنه أنا صريحة ويمكن في ناس ما تتقبل الصراحة. نعم. فأنت إيش مفهوم الصراحة في حياتك؟ الصراحة راحة. صراحة راحة أكيد. يعني يمكن هاي المصطلح أو هاي الكلمة بالتحديد يعني دارجة على لساني كثير. حتى في المقابلات لما بحكي شغلة فبقول إنه بصراحة بصراحة، فكررت الكلمة. يعني تعتبر نفسك صريح جدا. يعني يعني أريح. بس ما تشوف إن مثلا في حياتك المهنية لازم احنا نسميه بالسعودي تسليك شويه؟ يعني شوف يعني النوع من يعني هو الدبلوماسيه مطلوبه. مش بس في العالم الفن، يعني في اي صحيح. مصلحه بالدنيا يعني. بس انه بعتقد انه الانسان لما يكون صادق مع نفسه يعني او صريح مع نفسه ومع الاخرين بيرتاح يعني. صحيح. حتكون يعني اسهل كمان بالضبط. أيه. بكثير يعني. فانا طبعا بعتقد انه الصراحه راح. ترى من شويه ساره سالتك قالت لك انت صريح لان مجهزه لك سؤال هي. فتبي تسالك السؤال. هذا بس تبيك تقوله وش انك لا والله ما مجهزه شيء، حرام عليك. انا الصراحه بصراحه خلينا نشوف جزء من الفيديو كليب اللي نشرته. خلينا نشوفه. استحالة نظل سوية لا بعد ما نظل
قلبي غير الضيم منك كل شي ما حصل صعب اتحمل تجرح وتهمل مثل ما جت الحياة يلا منها تفضل محمد. هذا الفيديو فيه كل الكلمات الأغنية بصراحة، بس لو نعرف إيش في مهرجانات أو في شيء مشترك فيه قريب إن شاء الله. يعني إن شاء الله يعني هو صيف حافل إن شاء الله، يعني راح يبلش عندي من مهرجان موازين إن شاء الله رب العالمين، حكون في المغرب نهاية شهر 6 إن شاء الله. حيكون عندي مهرجان جرش في الأردن أيضا كمان في شهر 7 ما شاء الله، يعني ايام مش بالضبط عارف يعني بالتحديد بس يعني ادور عليه ان شاء الله. حيكون عندي كمان مهرجان بعلبك في لبنان، يعني هدول اعتقد من اهم المهرجانات العربيه الحمد لله، يعني حيكون عندي مشاركات فيها. يعني هيك عن بعض الحفلات، يعني كان عندي قبل ايام كان حفله العيد كانت في برلين في المانيا، ويعني هدول بشكل عام يعني حاليا اللي يعني بقدر احكي عنهم. حلو. طيب حالي. محمد انت من النوع اللي تتاثر بتعليقات الناس لك اذا شفت مثلا خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، لان اليوم الفنان شوف. يشوف طبعا وجهات نظر الناس يعني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. يعني حقيقه خليني احكي لك، في بدايه يعني اول ما طلعت كنت كثير هيك اتوتر او مثلا اتضايق من التعليقات. شوف بعد فتره، هي مش موضوع يعني بخليك انه تضحك، لكن انه في كفنان او الشخصيه العامه عليه دائما انه بده يتقبل. يعني في ناس زي ما في ناس بتحبك في ناس ما بتحبك، صحيح. زي ما صحيح. حدا بعلق لك طبعاً. في ناس ما بتعلق مش منيح، بس انه بضلهم يعني خلينا اقول انه قله انه بمر علي بهيك يعني، بس بطبيعه الحال مهم انه بتبع كل الكومنتس دائما، حتى التعليقات السلبيه بهمني انه انا اطلع عليها، لكن انه احكي لك انا من النوعيه يعني صدري رحب، يعني بتقبل حتى وان كانت يمكن شوي بعض التعليقات قوية أو فيها ذم أو سب، ولكن عندك يعني ما شاء الله متابعين الحمد كثير لله. فانس كثير، يعني عندك أغنية مكانك خالي وصلت 100 مليون، فأنت لما تتكلم 100 مليون هذا أكيد لله. في منهم أشخاص يعني بالتأكيد. ما يميلوا لهذا الفن ولا ما يحبوا هذا الفن، لكن خلينا نتكلم على مكانك خالي. إيش قصة هذه الأغنية؟ يعني كانت خلينا أحكي إنه يعني فالها طيب علي، كان صراحة مكانك خالي أول شيء يعني اسمحوا لي من خلال MBC وصباح الخير إنه عن جد أشكر جمهوري، عن جد الحمد لله رب العالمين اللي يعني لولاهم ما كان هذا النجاح الحمد لله. ثانيا إنه أنا بدي أشكر عن جد الأستاذ علي صابر الملحن العراقي، عن جد بدي أتوجه له بالتحية، هذا الملحن عظيم ورائع جدا صراحة، والأستاذ رامي العبودي وعثمان عبود اللي اشتغلت معهم أغنية مكانك خالي، يعني كانت نقلة نوعية بصراحة ومختلفة، يعني حتى إنه الأغنية مش على قد الفيوز على اليوتيوب، أنا كنت بشوف الأغنية بتتغنى بكل مكان، صحيح، يعني وين ما أروح بأي مكان بالعالم العربي. إيش تحس لما تسمع الأغنية كل مكان؟ يعني شيء يعني أكيد يعني بكون شعور كتير حلو، إنه عن جد تعمل العمل وتلاقي الصدى تبعه بهاي الطريقة صراحة. مكانك خالي كانت نجاح بالنسبة لي يعني منقطع النظير حقيقة، لأنه قلت لك وين ما بروح يعني بسمعها، حتى مطربين كثر غنوها. هذا يعني كمان خليني أحكي كمان شغلة سيف ذو حدين كمان، يعني إنه أنت تنجح دائما الخطوة اللي بعدين بتصير أنت تفكر أكثر كيف أنت كيف تنجح أكثر كيف كمان. بدك طبيعة الحال إنه يعني أنا من النوع أو أعتقد إنه الإنسان الشاطر خليني أحكي أيوه. ومحمد دائما لما يوصل لمرحلة معينة وينجح في شغلة دائما بيطمح كمان أيضا للأفضل، يعني صار فيها مسؤولية إن شاء الله، يعني نكون على قدر من هاي المسؤولية ونقدر إنه إحنا نقدم أشياء جميلة والجمهور يضل مبسوط في
اللي بنقدمه. محمد احنا اليوم يوم دروا الناس انك جاي كلهم كذا اتفقوا انهم يبون يسمعون مكانك خالي فاذا تسمح لنا نسمع جزئيه بس منها ونختم فيها ونورتنا والله اليوم يعني بصراحه وحنا جدا سعداء انك متواجد. الله يخليك. حابين نختم صراحه باغنيتك فاحنا حنودع المشاهدين نشوفكم بكره في امان الله واحنا كذا حنختم لكم بصوت محمد الجميل. صح ما متت من فرقتك بس ناسي راحت بالي يا ناسي يا كون وهلي من تبعدش يبقى لي هو انت وياي واحس كلش مكانك خالي كلش مكانك خالي خالي شيرد الأيام الفرقة تقتيل كل ما يجي الليل الليل دموعي تنزل واضحك بلياك بس جاي امثل خليها سكتة ما اريد اكمل مو انا احبك اي والله احبك تروح مني وش يبقى يعني مو انا احبك اي والله احبك تروح مني وش يبقى يعني ولو تبعد ايش يبقى لي لو تبعد ايش يبقى لي